هذا الاجتماع ديال المجلس الوطني للتجمع الوطني للاحرار هو اجتماع في دوره عاديه. هذه مناسبه للتاكيد على تشبث التجمع الوطني للاحرار باحترام كل مقتضيات القانون التنظيمي للاحزاب السياسيه، ثم باحترام كل المواعيد وكل الترتيبات المؤسسية. المؤتمرات العادية حيث تتم في موعدها، المؤتمرات الاستثنائية تنعقد، المجلس الوطني ينعقد في دورة عادية، المكتب السياسي للتجمع الوطني الأحرار ينعقد بشكل دوري وعادي. هذا للتأكيد على أن التجمع الوطني الأحرار وفاء لما التزم به يتشبث بممارسة سياسية عادية مؤسسية تقوم على احترام دورية الاجتماعات الهيكلية، يقوم على إشراك مناضلاته ومناضله في اتخاذ القرارات والتوصيات الضرورية لتجويد مساهمة الحزب في الحياة السياسية وفي الحياة العامة للبلاد.